انت غاويه الموضوع. انا واخده التمريض خبره. اقول لحضرتك انت وصلتي لحد فين في التعليم؟ انا مساعد تمريض في القصر العيني في طوارئ جديده. يا ست طب ما دي شغلانه كويسه. ايوه بس الكلام ده وانا على العربيه، انا كملت تعليمي وانا على العربيه. يعني انت وانت سواقه كملت تعليم وخدت شهادتي دبلوم زراعه، ورحت هناك كنت انا بقى شغاله في دار مسلمين. الاول خدتي دبلوم الزراعه وبعدين رحت القصر العيني. انا كنت شغاله لا في دار مسنين، وبعدين دخلت معهد التمريض. وبعد كده حبيت لا ما دخلتش معهد التمريض، امال اتعلمت اخدت الدبلوم واشتغلت مساعد تمريض. شفتك ماشي ازاي؟ احنا الثلاث ايام في شفتاتي في القصر بشتغل من 8 ل 8 وباقي الاسبوع على العربيه. لكن الاول كنت على العربيه كلها. بس ده حلو قوي يا ام حماد. اه عشان ولادي. ايه اللي جاب لك الفكره انك تكملي علام وتعملي كلام؟ انا عنيده في كل حاجه. من ست عظيمه. ربنا يبارك فيك. والله العظيم. انا خدتها من محو الاميه، ما كنتش معايا شهاده خالص. انت ابتديتي من محو الاميه؟ وبعد كده خدت ثلاث سنين اعدادي وثلاث سنين ثانوي. لا ده الواحد اهله علموه وربوه وسكنوه واكلوه وشربوه كل حاجه وفاكر نفسه ان هو يعني ما حصل. انا اللي صرفت على نفسي كل حاجه، وانا اللي عملت كل حاجه. اهلي كان على قد حالهم بصراحه، وعملوا على قد ما يقدروا بصراحه. اخواتك عندك كام اخوات؟ عندي اخوات، عندي يا اخويا الله يرحمه سايب ولد وبنت. انا مربيه الولد اسلام ما شاء الله دلوقتي عليه، ولما شغال في شركه اتصالات خلص علامه وخد معهد وشغال في شركه اتصالات. يا حبيبي بتتكلمي عليه ده ابن ابنك ده؟ حبيبي ده ابني، حبيبي حبيبي قوي كمان. الاخ اللي علمك السواقه ده؟ واخويا اللي علمني السواقه ده حبيبي برضه، ربنا يبارك فيه ويهدي له اولاده يا رب. وعندك اخوات بنات؟ اه معايا اخت، بس اختي مريضه نفسي. مريضة نفسية؟ اه ما انا مسؤولة عن الناس دي كلها. فانت مسؤولة؟ ربنا جعلني ليهم سبب. اه طبعا، بس انت قدة وقدود. الحمد لله. على فكرة هو ما بيديش مسؤولية الا اللي قد المسؤولية. الحمد لله. ربنا كريم. اللي بقدر عليه ما بتأخرش فيه. طب وولادك عندك ولاد مين؟ عندي جمال أولى معهد. أيوة أبو جمال. نظم ومعلومات، وعندي ملك ثالثة دبلوم، وعندي حسن الصغير. حسن أبو علي. لا ثالثة إعدادي. حلو قوي. الله ربنا يخليهم لك يا ام جمال. عندي ثالثه دبلوم وثالثه اعدادي واولى معهد. طب وبنتك تحبي انها تسوق العربيه؟ والله لو ربنا كرمها وهي قدرت انها تكون قد الطريق وقد الشارع تسوق، ايه المشكله؟ وبعلم حسن السواقه. حتى جمال بتاع نظم المعلومات ده بيعرف يسوق. بعلمه. اه لو عييتي يومين ما ينزلوش مطرحك كده؟ لا ما اقدرش اسيبهم يتجرأوا على الطريق، لان لسه لا في رخصه معاهم ولا في يعرفوا يتعاملوا مع الشارع صح. ما هو برضه الشارع فيه إهانة، ما ينفعش إن أنا هنا. الشارع فيه إهانة؟ آه طبعًا.